الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. إذن متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن نحن الآن في متابعة لندوة تنمية المهرجانات المنعقدة بإحدى النزل بتونس العاصمة. هذه الندوة ترمي وتهدف إلى تنمية المهرجانات، فالتأمت لتبسيط الأمور بالنسبة لكل مديري المهرجانات والمندوبين في مختلف جهات الجمهورية، وذلك لإبراز دور حقوق التأليف والحقوق المجاورة في تنمية المهرجانات من حيث ضمان حق كل مؤلف من مبدع، مغني، فنان، مطرب، ملحن، كل هؤلاء المتدخلين في العمل الثقافي من حقهم أنهم ينالون حقوقهم في التأليف، وبالتالي هذه تكون لها عائدات محترمة وكبيرة على الجانب الفني والموسيقي، وبالتالي المهرجان تكون له روافد مالية إضافية بحيث تساهم في تنمية الدخل للفرد وللمبدع التونسي، بحيث يستطيع أن يواصل عملية الإنتاج، وفيها تشجيع على مواصلة الإنتاج، وفيها حرص على جمع هذه الأموال التي كانت لا ترجع بالفائدة لكل مبدع تونسي. فهنالك توجه واضح من وزارة الثقافة وعلى رأسها إدارة المحافظة على التراث والمحافظة على حقوق التأليف، وبالتالي تمت هذه الندوة وتم عقد هذه الندوة وإطلاع جميع المتدخلين في هذه المناسبة على كل بنود هذه الاتفاقيات. تدخل مؤسسة حقوق التأليف في الندوة المخصصة للمهرجانات قاطرة للتنمية الثقافية كان من منطلق أنه حقوق التأليف ديما تنجم تكون دافع للتنمية، وهي شريك ينجم يكون للتظاهرات الثقافية من ناحية في حفظ حقوق التظاهرات هذه، ومن ناحية أخرى في حفظ حقوق أصحاب الحق من فنانين ومؤلفين. صاحب الحق اللي يتم تأديث المصنفات نتاعو يلزم التظاهرات يعرفوا اللي هما يلزمهم يخلصوا حقوق التأليف باش نجموا ديما المبدع هذاك يواصل انه هو ينتج، وديما نجم باش نزيد نلقاو منتوج تونسي. ما ينجمش المبدع يبدع وهو ما يحس روحه ماهوش خالص، ديما نلقاو نسمع نقولوا احنا البس تونسي قول تونسي، حتى حد ما قال اتفرج واسمع تونسي. خلينا نخدموا على هذا، يلزم التظاهرات نتاعنا يخلصوا حقوق التأليف، يعطيه نسبة بث ونسبة حضور للمبدع التونسي ويخلصوا له الحقوق متاعه باش هو ينجم يكون قادر على الإبداع. من ناحية أخرى التظاهرات هذه لازم تعمل انسور دو شارت، شارت هذه معناتها تضبط فيها الحقوق متاعها، لازم تسجل العلامات متاعها، تسجل الشارات متاعها باش يتقدم معناتها ملفات دعم وإلى دوسي دو سبونسورينغ، فما شكون يتجاوب معها لأنك أنت قاعد تقدم فيها كجمعية. اما كي تقدمها كجمعيه انت شكون قال التظاهره هذيك موجوده؟ باش تكون موجوده لازم تكون هي الشاره نتاعها محميه، يكون العلامه نتاعها محميه باش يكوني عندها وجود. خاطر مانيش نحكيو على اشخاص، خلينا نحكيو على تواصل في التظاهرات باش الافراد اللي يجيو بعد مده يلقاو فما حاجه بناو عليها. هذا معناتها المختصر شنو كان فحوى المداخ. إذن أهلا وسهلا من جديد في هذه التغطية المتواصلة لهذه الندوة الفكرية التي تقع في العاصمة التونسية، ونستضيف لكم الآن من النيجر مسيو أنانا كالاسو. أوشانتي مسيو، vous êtes le bienvenu. Enchanté, merci beaucoup. Oui, vous êtes l'un des grands organisateurs des festivals à Bruxelles, au Niger, partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Je trouve que c'est une rencontre très intéressante parce que ça permet en fait un échange entre tous les organisateurs ou les acteurs culturels. Donc je pense que c'est vraiment très bien pour la Tunisie aussi, pour tous les pays limitrophes l'Afrique ou l'Europe. Donc c'est vraiment un très bon échange et je suis très honoré d'être là en fait. Merci, voilà. Et nous sommes fiers de vous recevoir en Tunisie.
Merci. Je pense que voilà, ça ne va pas être la première fois ou la dernière fois. Et je reviendrai aussi pour le festival de Hammamat. Le 17 août, je joue là-bas avec mon... أنا المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. الندوة هذه هي لما مع المندوبين الثقافة والمنظمين المهرجانات الجهوية والمنظمين المهرجانات الدولية التي تنظمها المؤسسة وخبراء أجانب من لبنان، من مصر، من أفريقيا، من بلجيكا، من فرنسا. حابين نتأملوا ونطرحوا سؤال على المهرجانات، السؤال بالكبير من خارج المهرجانات، علاش المهرجانات؟ شنية هي المهرجانات؟ شنو فائدتها؟ شكون سلط علينا المهرجانات؟ إذا كان فما البعض يعتبرها معناها مصدر نتاع إسراف ولا المهم سمحنا بالسؤالات الكل حول المهرجانات، وحاولنا نبينوا مع بعضنا وربما وقفنا على مسألة مهمة جدا كون المهرجانات هي راهي من الأفعال الثقافية المكتملة انطلقت من 1830 في بريطانيا ثم تطورت وأصبحت منظومة كبيرة في العالم. مهرجانات موجودة في العالم الكل والأقوى من هذا هو كون مهرجانات العالمية تقريبا مرتبطة جميعها بما فيهم مهرجاناتنا الصغار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إذن هي آلية كبيرة ثقافية فنية إبداعية. احنا توا حبينا نتساءلوا على دورها الاقتصادي وإمكانية تطوير دورها الاقتصادي بما أنها هي تستعمل موارد بشرية، تستعمل موارد مالية، تخدم في قطاع تنموي بامتياز وهو الثقافة، تخدم في مسائل جهوية لمركزية متنوعة فيها أذواق وفيها ثقافات محلية. دونك عندها المكونات الكل باش تكون منظومة اقتصادية ولو ما نغلبوش المحل المسألة الاقتصادية ما نعنوش تجارية راهو مانيش في الربح ولكن في منظومة اقتصادية تحرك محيطها اقتصاديا ما تكونش عالة تكون على الأقل تطمح إلى اكتفاء ذاتي هكاك راهو يكون الإبداع والمسألة الثقافية حرة ومن غير هك الحرية هذيك داير أحسن ما أبدع الناس أبدع الأحرار. مهرجان كيف يبدأ عنده نوع من الاكتفاء المالي الذاتي حتى ولو عجز بسيط كمله الوزارة يدخل في حرية تعطيه إريحية في البرمجة وفي الذوق وفي المسألة الجهوية ولا المركزية وبكلنا نخرج رابح. تحية ليك وتحية لكل متتابعي إذاعة الحياة فام. نحضر اليوم في متابعة أشغال اليوم الثاني من أشغال الندوة الوطنية للمهرجانات تحت عنوان المهرجانات قاطرة للتنمية. الحقيقة تواصلت فعاليات وانطلقت فعاليات هذه الندوة يوم 25 ماي وتتواصل إلى غاية يوم 27 ماي وهذه كانت فرصة لبلورة تصورات جديدة للمهرجانات وبناء رؤية مستقبلية جديدة مغايرة لما عهدنا وكانت فرصة كذلك للاستئناس بتجارب أجنبية وتجارب عالمية تاع مهرجانات ناجحة وعندها سيت عالمية كبير وكذلك حضروا معنا في الورشات والتربصات التكوينية اللي شاركنا فيها مجموعة من مديري ومسيري مهرجانات عربية من دول عربية عندها اعتباراتها في المهرجانات هذه. دونك التصور العام للندوة هذه انه توظيف او استغلال المهرجانات هذه في التنمية يولي المهرجان او التظاهرات الثقافية هذه هي قاطرة للتنمية ومحرك اقتصادي واجتماعي مهم ومهم جدا. وفي التصورات المشاريع الثقافية إنها تنطلق من الخصوصية المحلية ويعني الأفكار ماذا بينا احنا اليوم كي باش نأسوا مهرجان ولا باش نأسوا مشروع ثقافي ماذا بينا ينطلق من الخصوصية المحلية ونعملوا على تثمينها وترويجها وترويج العلامة الخصوصية بالجهة هكاك يكون مشاريع عندها طابع
يحمل الهوية الثقافية الخصوصية للجهات في خاصة وأن تونس على مستوى الجمهورية تزخر بمقومات اقتصادية ومقومات حضارية كبيرة برشا. دونك المهرجانات هذه كيفاش تكون انسيبور باش نثمنوا به هالموروث الحضاري والثقافي هذه وتكون في نفس الوقت هي محرك تنموي واقتصادي مهم. ما يتمش الاقتصاد كان على تنظيم المهرجان لغاية المهرجان وينتهي. وفي الإضافة أخرى أنه المهرجانات صحيح هي تقام في فترة زمنية معينة على مستوى الموسم الثقافي، لكن ماذا بينا حتى هيئات المهرجانات أو المسيرين المهرجانات التقاليد هذه نقطع معها، ما نكتفيوش ببرمجة المهرجان في مدة أسبوع أو جمعتين في العام وتنتهي، له مشروع يكون متواصل ونخدموا عليه على امتداد الموسم الثقافي. المهرجانات الساعة يلزم تكون مسجلة في حقوق المؤسسة التونسية هذه باش نضمنوا استمرارية المهرجانات هذه ونحميوها. كذلك إذا كان يتم إبرام اتفاقيات مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف وحقوق المجاور، وإحنا في الحقيقة في القروان كان عندنا لقاء تكويني تحسيسي حول الحقوق المجاورة لفنانية الأداء. هو البرنامج هذايا مهم ومهم جدا، يحمي الأطراف الكل، يحمي حقوق حتى سبونسور زاد يحميله الداعم للمهرجان يحميله حقوقه، برشا آليات برشا بتصور جديد انها نحمي حقوق الفنان، نحمي حقوق المهرجان ونحمي حقوق الداعم للمهرجان. ثم نحكيه على التشبيك اليوم وضرورة أن المهرجان باش نضمنه الاستمرارية متاعه وتكون عنده رؤية مستقبلية ترتقي إلى مستوى انتظارات سواء المتابع أو الفاعل الثقافي، يلزم فما برشا خدمة على مستوى تشبيك العلاقات هذه، وكذلك برشا خدمة من الجانب القانوني والإداري خاصة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجامرة اللي باش نضمنه بها حقوق هذه التظاهرات وحقوق المتدخلين فيه وحقوق الداعمين ليه، وحتى كذلك المؤسسات الإعلامية اللي تنجم تكون زادة طرف فاعل وداعم للمؤسسات هذه زادة كيفاش نجموا نضمنوا لها حقوقها الكل. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.